مهنة التمريض بالمغرب بين قرارات الحكومة ومطالب المهنيين. لماذا كل هذا الاحتجاج على المرسوم المتعلق بإدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية؟ هل فعلا يعرض هذا المرسوم صحة المواطنين للخطر؟ أم أنه كما تقول الوزارة جاء ليسد الخصاص المهول في القطاع؟ وماذا عن الممرضين الممارسين؟ ما هو موقعهم ضمن جهود الإصلاح؟ ألم يحن الوقت بعد لتلبية مطالبهم المشروعة؟ مواطن اليوم يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميدان تيفي.